إذا سننتقل الآن إلى هضم البروتيدات. إذا كتعريف للبروتيدات هي جزيئات عضوية ضخمة تتركب من عدد كبير من الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها البعض، كما رأينا جزيئة السكرية تتركب من جزيئات الجليكوز، الآن البروتيدات تتركب من جزيئات الأحماض الأمينية كما سنرى بعد قليل. إذا التعرف على كيفية تحول البروتيدات إلى أحماض أمينية، نقترح تحليل التجربة التالية. إذا سنأخذ أنبوبي اختبار أو بي، دائما نأخذ أنبوبين، الأنبوب الأول أو التجربة الأولى التجربة العادية، والتجربة الثانية تسمى التجربة الشاهدة أو الأنبوب الشاهد، ونضعهما في مسخن مائي درجة حرارة 37. إذا تعرفوا الآن لماذا درجة حرارة 37. الأنبوب A يحتوي على زلال البيض زائد الماء، زلال البيض يحتوي على البروتينات بكثرة زائد الماء، هو الأنبوب الشاهد. ثم الأنبوب B هذا يحتوي على زلال البيض زائد الماء زائد عصارة بنكرياسية. إذا الآن سوف نختبر دور العصارة البنكرياسية في هضم البروتيدات، واضح؟ إذا العصارة البنكرياسية نذكر أنها مواد كيميائية تفرزها أو سائل كيميائي يفرزه البنكرياس. إذن النتائج التجريبية بعد مرور مدة معينة، لاحظوا معي هنا في الأنبوب B الذي يحتوي على زلال البيض مع العصارة البنكرياسية، نلاحظ ماذا؟ هنا واضح أن زلال البيض قد اختفى. لاحظوا معي في الأنبوب A زلال البيض هنا بقي على حاله. جيد، إذا ندون هذه النتائج، نلاحظ اختفاء زلال البيض في الأنبوب B بينما يبقى على حاله في الأنبوب A. إذا ماذا نستنتج فيما يخص دور العصارة البنكرياسية في هضم زلال البيض أو في هضم البروتيدات؟ إذا ماذا نستنتج؟ إذا استنتاج واضح من خلال هذه النتيجة، أنبوب بي، استنتاج واضح هو أن العصارة البنكرياسية هي المسؤولة عن اختفاء زلال البيض في الأنبوب بي. العصارة البنكرياسية المسؤولة، إذا هذه العصارة تساهم في هضم البروتيدات. إذا كخلاصة باختصار، يتم هضم البروتيدات في مرحلتين. المرحلة الأولى تتم على مستوى المعدة. المرحلة الأولى على مستوى المعدة تحتوي العصارة المعدية. العصارة المعدية هي سائل كيميائي تفرزه الغدد المعدية على أنزيم يسمى البروتياز 1 أو البيبسين، كذلك عنده تسمية أخرى، الذي يحفز تفكيك البروتيدات بوجود حمض الكلوريدريك. لاحظوا الوسط هنا وسط حمضي، إذا البيبسين أو البروتياز 1 هذا الأنزيم لا يمكنه أن يعمل إلا في وسط حمضي. إذا بوجود حمض الكلوريدريك ليحولها إلى عديدات البيبتيد، جزيئة تسمى عديدات البيبتيد حسب معادلة التفاعل التالية. إذا لدينا بروتيد الأنزيم بروتياز 1 زائد ماء، دائما الماء حاضر في التفاعلات الكيميائية، بوجود حمض كلوريدريك HCl في درجة حرارة 37 نحصل على عديدات البيبتيد زائد البروتياز 1 زائد الماء. دائما قلنا أن الأنزيم لا يختفي، لا يتغير، يسرع التفاعل الكيميائي لكن يبقى على حاله. المرحلة الثانية الآن تتم على مستوى الأمعاء أو المعي الدقيق بالضبط. تدفع العصارة البنكرياسية بعد إفرازها، سوف نشرح هذا في بعد قليل، نحو الأمعاء الدقيقة، وتحتوي هذه العصارة على أنزيم بروتياز 2 أنزيم ثاني الذي يفكك عديدات البيبتيد هذه التي حصلنا عليها في المرحلة الأولى إلى أحماض أمينية. يعني في النهاية يجب أن نحصل على أحماض أمينية وفق معادلة التفاعل التالية. إذا لدينا عديدات البيبتيد زائد البروتياز 2 أنزيم زائد الماء درجة حرارة 37 نحصل على أحماض أمينية، هذه نهاية هضم البروتيدات، زائد بروتياز 2 زائد الماء. كما فعلنا في هضم السكريات، الآن
بالنسبة لهضم البروتيدات سوف نلخص كل هذه المراحل في الخطاطة التالية. إذن لاحظوا معي هنا جزيئات البروتيد وهذا أحماض أمينية مرتبطة فيما بينها على شكل يعني سلسلة، إذن تعطينا جزيئة كبيرة معقدة. إذن على مستوى المعدة ماذا يحصل؟ يتدخل أنزيم بروتياز واحد أو قلنا البيبسين فيحول جزيئات البروتيد إلى عديدات البيبتيد. ده هنا في هذه الحالة هذه عندنا جوج عديدات البيبتيد. طبيعة الحال على مستوى المعي الدقيق في المرحلة الثانية تتحول عديدات البيبتيد بواسطة أنزيم البروتياز اثنان، لاحظوا فنحصل يتحول إلى أحماض أمينية واضحة هنا، لأن هذه الأحماض الأمينية تصبح سهلة أو في متناول الخلايا الجسم. إذا ننتقل الآن إلى هضم الجزيئة الكبيرة العضوية الأخيرة وهي جزيئات الدهنيات، هضم الدهنيات. إذا كتعريف الدهنيات جزيئات عضوية ضخمة تتكون من اتحاد أحماض دهنية وغليسيرول. لاحظوا معي هنا واحد نموذج مصغر للدهنيات، هي هذه جزيئة الدهنيات تتكون من أحماض أمينية وغليسيرول متحدة فيما بينها. إذن الهضم ديال الدهنيات يتم كذلك في مرحلتين، المرحلة الأولى على مستوى الاثنى عشري، سوف نحدد هذا الاثنى عشري الآن تموضعه داخل الجسم. يتم إفراز الصفراء لابيل التي تعمل على تفكيك أولي للدهنيات، تكون القطرة الدهنية فيها الجزيئات الدهنية متراصة فيما بينها متحدة فيما بينها. إذا تتدخل الصفراء لتفكك هذه الجزيئات فنحصل على مستحلب دهني، اللون ديال السائل يميل إلى الأبيض لذلك يسمى مستحلب دهني. لاحظوا معي هنا تموضع الاثنى عشري، الاثنى عشري هو جزء من المعي الدقيق، هو الجزء الأول المرتبط بالمعدة من المعي الدقيق وله أهمية كبيرة في عملية الهضم، لأنه لاحظوا معي هنا يعتبر ملتقى العصارات الهضمية، تصب فيه المرارة هنا، هذه المرارة، هذه القناة المرية تصب هنا المرارة، وكذلك العصارة البنكرياسية، هذه البنكرياس يصب المحتوى هذا العصارة البنكرياسية في الاثنى عشري، وكذلك في الاثنى عشري توجد الغدد المعوية التي تفرز العصارة المعوية. إذا هذا الاثنى عشري له أهمية كبيرة. نسيت أن أذكركم بأن السائل هذا المرارة تفرزه الكبد ويجمع داخل كيس يسمى المرارة. إذا كملحوظة الصفراء ليست أنزيم وإنما هي مادة كيميائية تساعد في هضم الدهنيات، هي تهيئ الدهنيات للهضم بواسطة الأنزيمات كما سنرى الآن. إذا المرحلة الثانية على مستوى المعي الدقيق، إذا يتم هضم الجزيئات الدهنية بواسطة أنزيم الليباز البنكرياسي. لاحظوا الليباز هي من كلمة ليبيد اللي هي الدهنيات، تزيد الألف والزاي، ليباز البنكرياسي، فنحصل على أحماض دهنية وغليسيرول وفق معادلة التفاعل التالية. إذا المستحلب الدهني ليباز أحماض دهنية غليسيرول ليباز. كخلاصة لما رأيناه، إذا لاحظوا معي هنا القطيرة كبيرة من الدهن تتكون من اتحاد عدة جزيئات دهنية، تتدخل الصفراء في تفكيك هذه الجزيئات الدهنية وإبعادها عن بعضها البعض، ثم يتدخل أنزيم الليباز لهضم الجزيئة الدهنية فنحصل على أحماض دهنية متفرقة وكذلك غليسيرول. مراحل تبسيط الجزيئات الدهنية على مستوى المعي الدقيق، لأن هذا باختصار هضم الدهنيات. إذن سوف أقدم لكم ملحوظات هنا نكمل الفهم للدرس. لكل غذاء أنزيمه النوعي الذي يحوله إلى غذاء أبسط منه، بمعنى مثال
إذا أخذنا النشا الأنزيمه النوعي هو النشواز اللعابي، النشواز اللعابي. إذا أضفنا مثلا أنزيم الليباز إلى النشا، هل سيتم هضم النشا؟ لا، لأن أنزيم النوعي للنشا هو النشواز. إذا أضفنا الليباز أو البروتياز لن يتم هضم النشا، وهكذا. ملحوظة الثانية، الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات أغذية بسيطة لا تهضم. لم نتطرق إلى هضم هذه الجزيئات لأنها جزيئات صغيرة لا تحتاج إلى الهضم. إذا الآن سوف نعطي تعريفا أوسع وأكبر وأشمل للهضم. إذا الهضم ما هو؟ هو مجموعة من التحولات الفيزيائية، تقطيع، سحق، تمزيق إلى آخره. والكيميائية، هذا الجديد في هذا التعريف، تدخل الأنزيمات، العصارات الهضمية التي تحول الأغذية المتناولة إلى جزيئات صغيرة، جزيئات بسيطة. لماذا؟ ما هو الهدف؟ لتتمكن الخلايا من الاستفادة منها وتسمى نواتج الهضم. بعد هضم كل هذه الجزيئات الضخمة نحصل على نواتج الهضم أو مواد القيت لنيوتريمون. كخلاصة، إذا لدينا سكريات، بروتيدات، دهنيات. بعد هضم السكريات نحصل على الجليكوز، جزيئات الجليكوز. بروتيدات نحصل على أحماض أمينية، دهنيات أحماض دهنية وغليسيرول، زائد الإضافة إلى الجزيئات التي لا تهضم التي هي الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات. كل هذه العناصر تسمى مواد القيت أو نواتج الهضم. هنا سأرجع إلى التمهيد الإشكالي. أجرى أحمد عملية جراحية، لم يتمكن من تناول الأطعمة عن طريق الفم. الأطباء بدأوا بحقن دمه بمحلول يسمى القيت لو سيروم. إذا التساؤل اللي طرحناه في البداية، ما هو القيت وما مكوناته؟ إذا ماذا يوجد داخل تلك القارورة التي تكون بجانب المريض؟ ماذا يوجد بها؟ طبيعة الحال يوجد بها كل هذه العناصر بنسب طبيعة الحال مختلفة. إذن جليكوز، أحماض أمينية، لأن الجهاز الهضمي لن متوقف. إذن الأطباء كانوا يحقنون كل هذه العناصر في دمه مباشرة لتنتقل إلى الخلايا. إذن ثانيا كبيرا، تعرف مصير مواد القيت. أولا صغيرة، الكشف عن مصير مواد القيت على مستوى الأنبوب الهضمي. إذن للإجابة على هذا التساؤل أو هذا المحور، سوف أقترح عليكم تمريض مدمج. وكالتالي، بعد تناول شخص لوجبة غذائية تتكون من 70 غرام من البروتيدات، 100 غرام من الدهنيات، و 300 غرام من النشا، أدخل مجس عن طريق أنفه. مجس هو عبارة عن أنبوب رقيق يدخل عبر الأنف. ما هو الهدف؟ هو تتبع نسبة هذه المواد، بروتيدات، دهنيات، النشا، في مستويات مختلفة من أنبوبه الهضمي، يعني المريء، المعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ إلى آخره. يلخص المبيان جانبه نتائج المحصل عليها. إذن لاحظوا معي هنا في المبيان، إذن يوضح نسبة البروتيدات والدهنيات والسكريات بدلالة المسافة بالسنتيمتر من الفم إلى نهاية المعي الدقيق. إذن لدينا ثلاث منحنيات في هذا المبيان. المنحنى الأول من هنا يخص نواتج هضم البروتيدات، الدهنيات والسكريات. تساؤلات أو أسئلة: بين كيفية تطور نسبة الأغذية المتناولة أثناء عبورها الأنبوب الهضمي من الفم إلى خروجها من المعدة، يعني من الفم إلى بداية المعي الدقيق، يعني خروج هذه الأغذية من المعدة، يعني بداية المعي الدقيق، ومن بداية المعي الدقيق إلى نهايته. إذن سنقسم تحليل هذا المبيان إلى جزئين، لأن نلاحظ في المنحنيات هناك تغيرين، التغير الأول هذا، التغير الثاني وهذا. إذن من الفم إلى بداية المعي الدقيق، ماذا تلاحظون فيما يخص نسبة
البروتيدات والدهنيات والسكريات من الفم لبدايه المعي الدقيق. إذن المنحنى في هذا الشكل. إذن نلاحظ ان هناك استقرار ثبات في نسبه هذه الاغذيه من الفم الى بدايه المعي الدقيق. إذن من الفم الى خروج من المعده نلاحظ ان نسبه الاغذيه المتناوله بقيت ثابته، يعني مستقره في 100%. الان التغير الثاني من بدايه المعي الدقيق الى نهايته، ماذا تلاحظون؟ منحنى نزل، كاين عندنا هكذا المنحنى، كاين هكذا. اذا نلاحظ انخفاض، جيد، نلاحظ انخفاض نواتج هضم البروتيدات والدهنيات والسكريات من بداية المعي الدقيق إلى نهايته. لاحظوا تختفي تنخفض هذه الأغذية إلى أن تصبح ماذا؟ صفر، يعني أن هذه الأغذية تختفي كليا في المعي الدقيق أو داخل المعي الدقيق. إذا أثناء عبورها المعي الدقيق نلاحظ انخفاض تدريجي في نسبة نواتج الهضم على طول المعي الدقيق حتى تختفي كليا. تساؤل منطقي، أين اختفت مواد القيت؟ إذا لاحظ أن مواد القيت داخل المعي الدقيق بدأت تنقص 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 تنخفض حتى اختفت كليا. إذا أين ذهبت؟ أين اختفت؟ هذا سؤال يجب أن نجيب عليه. للإجابة على هذا السؤال سنقوم بدراسة معطيات جليبية. إذا الجواب ليس جوابا مباشرا، ولكن الجواب يكون بعد دراسات تجريبية. إذن لندرس بنية المعي الدقيق. سأقدم إليكم مجموعة من المعطيات. إذن المعطى الأول ملاحظة بالعين المجردة لجزء من المعي الدقيق. نلاحظ هذا المعي الدقيق كيف هو. لاحظوا معي هذا المعي الدقيق. هنا ماذا تلاحظون؟ هذو هناك عروق دموية وكذلك شعيرات دمويه كثيره وكثيفه في المعي الدقيق. نلاحظ ان المعي الدقيق عضو جد متعرق، هذه الملاحظه الاولى، انه يحتوي على عده عروق دمويه، اي متصل ومحاط بشبكه كثيفه من العروق والشعيرات الدمويه. هذا المعطى الاول. اذا المعطى الثاني سنقوم بتحليل كميه مواد القيت بالدم الذي يروي المعي الدقيق، يعني الذي يدخل إلى المعي الدقيق بنفس التقنية المستعملة في التجربة السابقة، يعني إدخال مجس عن طريق الفم إلى آخره. تم رصد كمية مواد القيت في الدم داخل المعي الدقيق، يعني الدم الذي يوجد داخل المعي الدقيق طبعا الحال في العروق الدموية بالجرام في اللتر قبل وبعد وجبة غذائية. ومثل الجدول أسفله النتائج المحصل عليها. إذن سنقوم بقراءة هذه المعطيات. بالنسبة للجليكوز قبل الوجبة الغذائية نلاحظ أن نسبة الجليكوز هي 0.8 غرام في اللتر، ومباشرة بعد هضم الوجبة الغذائية نلاحظ أن نسبة الجليكوز تتراوح بين 1.8 غرام إلى غرام في اللتر إلى 1.5 غرام، أو من 1.5 غرام في اللتر إلى 1.8 غرام في اللتر. نسبة الأحماض الأمينية 0.5 قبل الوجبة الغذائية غرام في اللتر، وبعد هضم الوجبة الغذائية 15 غرام في اللتر إلى آخره. إذا سوف نقوم بتحليل معطيات هذا الجدول. إذا نلاحظ أن الجليكوز الأحماض الأمينية والدهنيات البسيطة باختصار مواد القيت قبل الوجبة الغذائية نسبتها هي هذه، تكون منخفضة، ثم بعد الوجبة الغذائية تزداد نسبة مواد القيت في الدم الموجود داخل المعي الدقيق، الدم العروق الدموية داخل المعي الدقيق. إذن تزداد كمية مواد القيت في الدم. نلاحظ أن كمية مواد القيت في الدم داخل المعي الدقيق تزداد مباشرة بعد هضم الوجبة الغذائية. إذن كاستنتاج من خلال المعطى الأول الذي وجدنا فيه أن المعي الدقيق جد معرق غني بالعروق الدموية والشعيرات الدموية، المعطى الثاني وأن نسبة مواد القيت داخل الدم الموجود في المعي الدقيق تزداد مباشرة بعد الوجبة الغذائية. إذن ماذا نستنتج من هذين المعطيين
أن نستنتج من خلال المعطيات التجريبية السابقة أن مواد القيد تنتقل تدريجيا من جوف المعي الدقيق إلى الدم. إذن تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الامتصاص المعوي. إذن المعوي l'absorption intestinale. إذن مواد القيت لا تبقى في المعي الدقيق وإنما تنتقل تدريجيا شيئا فشيئا إلى الدم، يعني تخرج من المعي الدقيق إلى الدم، وتسمى هذه الظاهرة بالامتصاص المعوي. إذن ثالثا صغيرة لنتعرف بنية المعي الدقيق التي تسهل عملية الامتصاص المعوي. ملاحظة الجدار الداخلي للمعي الدقيق. إذن لكي نعرف كيف تتم هذه الظاهرة، ظاهرة الامتصاص المعوي، سنتعرف أكثر على بنية المعي الدقيق. لاحظوا معي هذا الرسم التدريجي. نلاحظ هذا الجدار المعي الدقيق، الجدار الخارجي للمعي الدقيق هذا. هنا عروق دموية متصلة بالمعي الدقيق كما رأينا سابقا. الآن ركزوا معي في بنية الجدار الداخلي، الجدار الداخلي للمعي الدقيق. نلاحظ أن هناك طيات دائرية تسمى صمامات ناقصة. إذن تبين الملاحظة وجود عدة طيات دائرية تسمى صمامات ناقصة. الملاحظة الثانية، ملاحظة مجرية لمقطع عرضي في المعي الدقيق. هنا سنقوم بملاحظة مجهرية لمقطع عرضي. إذن التي لاحظوا معي هنا هذه الصمامات الناقصة أو طيات، يعني كنديروا مقطع عرضي، ندير مقطع عرضي غادي تبان لي أو لا هكذا، مقطع عرضي هكذا تبان لي هاد الطيات، هما هادو، هذه واضح الطيات. لاحظوا دابا فوق هذه الصمامات الناقصة أو فوق هذه الطيات، نلاحظ هناك طيات أخرى فوق الطيات الأولى، واضحة؟ طيات أخرى، ولكن هذه الطيات لا ترى إلا بالمجهر الضوئي. إذن تسمى هذه الطيات خملات معوية، خملة معوية. إذن نلاحظ وجود عدة طيات مجهرية تعلو الصمامات الناقصة تسمى خملات مجهرية دي فيلوزيتي انتستينال. لنتعرف بنية الخمل المعوية سوف الآن نتعمق في الدراسة، دراسة المعي الدقيق. إذن تتكون الخمل المعوية، لاحظوا معي، من لاحظوا العنصر الأول، هناك جدار أو ظهار معوي، مجموعة من الخلايا التي توجد فوق الخمل المعوية تسمى خلايا ظهارية أو ظهار معوي. في وسط الخمل المعوية نجد شعيرات دموية، هي شعيرات دموية، شريينات ووريهدات، وفي وسط هذه الشعيرات يوجد عرق لمفاوي أو شعيرة لمفاوية. إذا تكون الخمل المعوية من العناصر التالية: ظهار معوي، شعيرات دموية، وشعيرة لمفاوية. إذا كاستنتاج بالنسبة للخمل المعوية، تعتبر الخمل المعوية بنية متخصصة في امتصاص مواد القيت ومرورها إلى الوسط الداخلي، يعني الدم واللمف. إذن الخمل المعوية هي المكان الذي يتم فيه امتصاص مواد القيت داخل المعي الدقيق. كذلك أثناء الامتصاص تمر الأحماض الأميني، الأحماض الدهنية والغليسيرول إلى اللمف هنا، وباقي مواد القيت يعني جليكوز، الأحماض الأمينية، الماء، الأملاح المعدنية والفيتامينات تمر إلى الدم. هنا سوف ننتقل إلى محاكاة بسيطة تبين بنية المعي الدقيق. الآن سوف ننتقل إلى محاكاة بسيطة عن بنية المعي الدقيق. إذن لاحظوا معي هنا المعي الدقيق، نأخذ جزء منه. إذن كما لاحظنا أن المعي الدقيق متصل بعروق دموية، وهنا الطيات الدائرية لصمامات ناقصة كما قلنا، هذا صمام ناقص، وفوقه كما قلنا يوجد عدة طيات مجهرية تسمى، إذن نأخذ واحدة، خملة معوية، هي هذه خملة معوية.
هنا الظهار المعوي، الشعيرات الدمويه والشعيره اللمفاويه. ناخذ خليه واحده من خلايا الظهار المعوي. لاحظوا هناك كذلك طيات اخرى مجهريه فوق الخليه، لم نتطرق الى هذا المستوى من الدراسه. وهنا داخل الخليه يوجد عضيات، اذا سوف ترونها في المستوى الثانوي التاهيلي ان شاء الله. الان سنمر الى اخر فقره في هذا الدرس، خصائص الجدار داخل المعي الدقيق التي تسهل عمليه الامتصاص. الاشياء التي تسهل امتصاص المعوي: وجود عدد كبير من الخمالات المعويه، تقريبا 10 ملايين خماله معويه متشابكه، تشكل مساحه اتصال شاسعه بين الدم والمعي الدقيق، تقدر ب 300 متر مربع، تقريبا مساحه ملعب كره المضرب. يعني اذا اخذنا المعي الدقيق بطوله تقريبا 8 امتار عند الانسان، ومددناه ومددنا الصمامات الناقصه الطيات مددناها كلها، وكذلك الخمالات المعويه مددناها هكذا، سنحصل على مساحه شاسعه جدا، تقريبا هي مساحه ملعب كره المضرب. لماذا المعي الدقيق لديه هذه المساحه الشاسعه؟ اذا اختصرت في هذه المساحه في طيات، طويت حتى يعني تكون مناسبه للجسم. اذا لماذا هذه المساحه الشاسعه؟ لامتصاص اكبر كميه من مواد القيت. كذلك وفرت العروق والشعيرات الدمويه خاصيه النفاذيه. جدار الخمالة المعوية والشعيرة الدموية جد دقيق، مما يسمح بمرور مواد القيت. إذا هذا الجدار هو جد دقيق لكي يسمح بمرور مواد القيت من هنا عبر الظهار المعوي إلى الشعيرات الدموية والشعيرات اللمفاوية. ملاحظة مجهرية المقطع. كخلاصة لهذا الدرس ككل الهضم والامتصاص، سوف أقترح عليكم فيديو أو مشاهدة فيديو تعليمي نلخص فيه كل هذه المفاهيم التي أو المفاهيم الأساسية التي درسناها في هذا الدرس. سوف نشاهد الفيديو. إذا هنا مكونات الجهاز الهضمي، الأعضاء أعضاء الجهاز الهضمي. عند تناول قطعة خبز أو لقمة غذائية معينة، لاحظوا إفراز الغدد اللعابية للعاب، إفراز اللعاب. بعد ذلك تنزل اللقمة الغذائية عبر المريء لتصل كما قلنا إلى المعدة. المعدة تبدأ في إفراز العصارة المعدية، لاحظوا هنا إفراز العصارات المعدية من طرف الغدد المعدية. تنتقل بعد ذلك لوشيم الكيموس باللغة العربية من المعدة إلى المعي الدقيق، بالضبط هذا قلنا الاثنا عشري، الجزء طوله تقريبا 30 سنتيمتر، يعتبر قلنا كما قلنا ملتقى العصارات الهضمية المرارة، العصارة البنكرياسية وكذلك العصارة المعوية. إذن داخل المعي الدقيق سوف ندخل إلى المعي الدقيق. لاحظوا هنا الصمامات الناقصة طيات، هنا مواد القيت بعد عملية الهضم، هادو الخمالات المعوية الشعيرات الدموية. نلاحظ مواد القيت تنتقل إلى الدم لتمر بعد ذلك إلى خلايا الجسم. إذا المواد التي لا تهضم تنتقل من المعي الدقيق إلى المعي الغليظ، ثم يتم إزالة الماء الموجود بها، ثم تنتقل عبر المعي الغليظ لتخرج في الأخير عبر الشرج مع الفضلات. إذن هذا باختصار خلاصة عامة لدرس الهضم والامتصاص. أتمنى أن تكون قد استفدتم من المفاهيم العلمية التي جاءت في هذا الدرس،
وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.